قاتشي في السن فهمت، كاين بنادم كبير وشارف وعقله باقي صغير يعني واخا الواحد صغير تقدر تعول عليه شي حاجه اكثر يعني كبير. جا في واحد الوقت مناسب وشي حاجه اللي هي جات في واحد البيريود اللي انا محتاجها، لان بيني وبينك الله يسمح لنا رحنا مقصرين. علاش وقت 30؟ وقت 30 حس كيكون النضج ديالو كامل وكيكون عنده واحد خبره شويه في الحياه. يعني ماشي واحد صغير ما نعطيوه شي قيمه ولا شي حاجه، مادام هو صغير يعني يقدر يكون هو عقله كيفكر بزاف الحاجات اللي ما كيفكرش فيها شي واحد كبير ولا متابعي موقع طنجاو الاوفياء، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ميكرو طنجاو. والحلقه ديالنا ديال اليوم حلقه خاصه بشهر رمضان المبارك. الحلقه ديالنا ديال اليوم غتكون فيها الهديه، والهديه ديال هذه الحلقه هذه مهداه من طرف جمعيه نسائم الخير. خليكم معنا خاودي لي عن سقسك. دابا تينا عندك جوج خوتك ياك، واحد في عمره مثلا 19 عام، واحد في عمره 30 عام، وجاتك شي مهمه ولا شي حاجه اللي من عدي معك؟ واش اللي في عمره 19 عام ولا اللي في عمره 30 عام؟ عدي لي 30 عام اخا. 30 عام واخ. واش عارف مثلا اصغر قائد ديال الجيش الاسلام شحال كان في عمره؟ اصغر قائد ديال الجيش الاسلام؟ لا والو ما نكذبش عليك اخا، ما عرفش. لا والو اصغر قائد جيش الاسلام ما كانش في عمره 20 عام، يعني واحد المعركه اللي شارك فيها معركه كبيره وكان فيها عمر بن الخطاب وابو بكر، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كلفه هو، واخا باقي ما كانش في عمره يعني باقي ما كملش 20 عام. عاود حسب العقل ديال بنادم وبنادم كيفاش كيفكر فهمت، كل واحد والعقل ديالو كيما بقاتش في السن فهمت، كاين بنادم كبير وشارف وعقله باقي صغير. كاين بنادم قبل قلت لي 30 عام وكذا، هو اللي قال لي لا حسب اخا هو عاود 30 عام يكون يعني مدوز وعارف شنو كاين. يعني 30 عام بشرط انه يكون مدوز. لا يا اخي ضروري. المهم الهديه هذه كتقدمها لك جمعيه نسائم خير، فيها مصحف وفيها سجاده. شكرا. وعواشرك مبروكه ورمضان مبارك سعيد. خوتي عواشركم مبروكه، رمضان كريم لينا ولجميع المسلمين. جاتك شي مهمه اولا شي حاجه وعندك جوج د الناس، واحد مثلا في عمره 19 عام، واحد في عمره مثلا 30 40 عام، شكون اللي تقدر تدي معك لهاد المهمه؟ طبعا اللي باقي صغير. علاش اللي باقي صغير؟ وحتى تكون عنده الطاقه مثلا ديك الحاجه اللي صعيبه. واخا مثلا باقي صغير مثلا يقدر يكون العقل ديالو باقي صغير ولا شي حاجه اولا، ولا على حسب السن؟ على حسب الشخص. بحال ايش مثلا على حسب الشخص؟ واش شي واحد تكون كتعرفه ولا شي يعني حاجه يقدر واخا يكون صغير السن يقدر يكون العقل ديالو كبير ولا كيفاش؟ وعلى حسب يعني، واش دابا هذا كتعرفه ولا ما كتعرفوش؟ يعني كتعرفه مثلا كتعرفه ويلا كنتي تعرفه طبعا يعني ما يكونش بحال اللي ما كتعرفوش. واخا ما كتعرفوش. واخا بالنسبه اصغر قائد جيش في الاسلام عرف شحال شكون هو شحال كان في عمره؟ اصغر قائد، اصغر قائد ديال الجيش في الاسلام كان باقي ما كملش 20 عام، هو اسامه بن زيد. شنو العبره اللي نقدروا نديو منه؟ يعني واخا الواحد صغير تقدر تعول عليه شي حاجه اكثر يعني. المهم هذا الكادو هذا كتعطيه لك جمعيه نسائم الخير، فيه قران وسجاده ورمضان مبارك كريم. شكرا بزاف، بارك الله فيك. رمضان مبارك للجميع، عواشركم مبروكه. شكرا بزاف، بارك الله فيك. شكرا خاوي ديالي، عواشركم مبروكه. علينا وعليك الله يرحم والديك، بارك الله فيك. عن سقسيك الخاوي ديالي، دابا تينا ماشي شي حرب مثلا، ماشي شي حرب، وهذه الحرب هذه غتواجه فيها مثلا واحد العدو اللي هو قوي بزاف، وخصك تختار واحد القائد باش قائد ديك الجيش ديالك. هذا القائد هذا اللي غتختاره شحال يقدر يكون في العمر ديالو؟ واه العمر ماشي مهم، المهم مؤهلات الشخصيه ديالو هي اللي كتحكم عليه. مثلا عطينا شي سن مثلا في الراي ديالك اللي يقدر مثلا انه يكون قائد ديال الجيش. اصغر سن تقريبا ولا مثلا انت شحال تقدر مثلا هذا الجيش ديالك قائد ديالو شحال خصو يكون في العمر ديالو؟ واه يكون فوق 30 تقريبا. علاش فوق 30؟ فوق 30 حس كيكون النضج ديالو كامل وكيكون عنده واحد خبره شويه في الحياه. اصغر قائد جيش في الاسلام شحال يقدر يكون في العمر ديالو؟ 24. 24؟ لا والو زيد نقص شويه. نقص شويه 20. 20 صراحة باقي ما كانش يكمل 20. أصغر قائد ديال الجيش في الإسلام هو أسامة بن زيد، يعني كان العمر ديالو الرسول عليه الصلاة والسلام كلفه بالقيادة ديال الجيش باقي ما كملش 20 عام. يعني المؤهلات الشخصية الفرد هي اللي كتحكم على الشخص ماشي السن ديالو. هادشي اللي نقدر نقول. يعني دابا تينا ما تقدرش تكلف شي واحد باقي صغير بصراحة مثلا؟ لا ما نقدرش، لا ما غاديش يبان لك فيه. يعني حنا دائما ديك السن صغير كنقولوا حقا هذا باقي صغير. باقي صغير كتقول باقي صغير، باقي ما عندوش تجربه ولا خبره، ولكن في الواقع ما خصناش نقولوا هذا باقي صغير، خصنا نعطيه فرصه لواحد. تعطيه فرصه بالصراحه. الهديه هي هذيك كتعطيها لك جمعيه نسائم خير، فيها مصحف والسجاده، وبغيتك تبارك الناس العواشر. مبروك عواشر لكاع المغاربه والعائله ديالنا في كازا
الوالده، الوالده مباركه بالوالد، نبلغ لها التحيه من هنا حتى على ديما شتا. ورمضان مبارك. مبارك رمضان مبارك انا من الجميع. شكرا بزاف، بارك الله فيك. شكرا اخويا. مرحبا ديالي عن سقسي. مرحبا. واخا عندك شي مهمه ياك، وقلنا لك تكلفنا شي واحد بهذه المهمه، وهذه المهمه تقدر تكون صعيبه، وعندك جوج الاختيارات، عندك واحد في العمر ديالو 20 عام وعندك واحد في العمر ديالو 30 عام. هذه المهمه هذه شكون اللي تقدر تصيفط من هاد الجوج هاد؟ وهو بيني وبينك انا كنعرف يا اما اصغركم سنا او اكثركم سنا او اكثركم علما، يعني بالنسبه لي اللي الا كان اكثرهم علما مول 20 سنه هو اللي غيتقدم، والا كان بالنسبه الا كان نقص العلم على مول 30 سنه مول 30 غيتقدم. اذا قلت لك مثلا شكون هو اصغر قائد جيش الاسلام شحال كان في العمر ديالو؟ اصغر قائد جيش الاسلام شحال يقدر يكون في العمر ديالو؟ 18 19 20 هكذا. هيداك بين 19 و20. شكون هو مثلا، واش عارف شكون هو اصغر قائد؟ وهو شوف بيني وبينك في راسي شي حاجه ديال كنعرف، المهم انا ما عنديش واحد التعمق. عيقوا انا نكمل لك. ماشي مشكل. كنعرف طارق بن زياد كان كيتسميوه ولا سيف الله. أسامة بن زياد الرسول عليه الصلاة والسلام كلفه في واحد المعركة اللي هي معركة كانت قوية، وهاد المعركة هذه كانوا فيها يعني الجيش اللي قاده أسامة بن زياد كان فيه عمر بن الخطاب، وكانوا أبو يعني كانوا فيه كبار ديال الصحابة، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كلف أسامة بن زياد. شنو هي العبرة ولا الرسالة اللي نقدروا نستافدوا من هاد السؤالات؟ وبيني وبينك العبرة اللي كنظر لها من منظور الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه لقى بأن سعد بن زياد يمكن أسامة بن زياد عنده واحد الحكمة في قيادة الجيش، ويمكن كانت عنده واحد القوة وواحد دراية في طريقة الحرب، وهذا اللي خلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يختاره على ما أظن. المهم الهدية هذه كتهدية لك جمعية نسائم الخير مصحف والسجادة. الله الله شكرا جزيلا. عرفتي والله العظيم لا جا في واحد الوقت مناسب، وشي حاجه اللي هي جات في واحد البيريود اللي انا محتاجها، لان بيني وبينك الله يسمح لنا راه حنا مقصرين الا جينا نضرو منطقيا ابر البروتوكول ديال الاذاعه وكذا، يعني والله العظيم انا محتاج لهذا المصحف. وشكرا بصحتك تسهل ربي يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا بارك الله. والله الا احسن هديه والله العظيم. شكرا. عندك شي مشروع؟ فتحتي شي مشروع؟ وعندك جوج ولادك، واحد ولدك في عمره 20 عام، واحد في عمره 30 عام، شكون اللي غتعطيه يقابل لك داك المشروع ديالك؟ واحد في عمره 20 عام وياخو في عمره 30 عام. غنعطي اللي في عمره 20 عام. علاش؟ واحد بحال نقول لك هذاك اللي صغير يقدر يعمل شي حاجه كثر اللي يعمل خاه كبير. وزعمك ما يكونش خاه كبير مثلا ناضج عليه شي حاجه. ويقدر يكون هذاك خدام والصغير جالس في الدار. فهمتي؟ دابا حنا عندنا جوج بهم جالسين في الدار، يعني وتينا عندك مشروع، شكون هو اللي عاد تختار يسير لك المشروع ديالك؟ ما اختار الصغير. علاش؟ واه داك صافي تكانا الصغير. واخا غنسقسيك سؤال اخر. شكون هو اصغر قائد جيش في الاسلام؟ شحال كان في العمر ديالو؟ 20 عام وقيلا تقريبا. قلتي 20. واحد اصغر قائد يعني غيكون صغير. يعني تينا عندك شي معلومه؟ حيت تيتيني جوج الحاجات، واحد في عمره 20 وياخو في عمره 30. فهمتي؟ وانا ديك شي السنسج دابا تينا زربتي عليا. واخا اصغر قائد الجيش في الاسلام كان في عمره يعني باقي ما كملش 20 سنه. هذا القائد هذا هو اسامه بن زيد، وهذه المعركه اللي قادها كانوا فيها كبار ديال الصحابه، كان فيها ابو بكر، كان فيها عمر بن الخطاب، ومع ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كلفوا باش انه يقود هذا الجيش هذا. يعني ماشي واحد صغير ما نعطيوه شي قيمه ولا شي حاجه، مادام هو صغير يعني يقدر يكون هو عقله كيفكر بزاف الحاجات اللي ما كيفكرش فيها ديك شي واحد كبير ولا شي حاجه. يعني هذه هي الرساله اللي نقدروا نستافدوها. شكرا بزاف. ورمضان مبارك. بما انك شاركتي معنا غنعطيوك واحد الجائزه هديه بسيطه، مصحف وسجاده مقدمه من طرف جمعيه نسائم الخير. شكرا. مصحف رمضان مبارك سعيد، وتقبل الله منا ومنكم الصيام. شكرا بزاف. الله يرحم والديك. وحسن هنايا كنكون وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. كان معكم ايوب جباري، امور كاميرا الغزال سفيان العشاب. تلقوا فيديو جديد وموضوع جديد. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.